السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب سكندري 2، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكالكلس. النهاردة إن شاء الله هنختم مع بعض الجزء الخاص بالإنتجريشن. هنتكلم النهاردة إن شاء الله The Integration of the Trigonometric Functions. طبعا التريك فانكشنز يا ولاد اللي هي الساين والكوساين والتان، ده اللي احنا درسناهم السنه دي. خدنا ازاي نجيب الديريفاتيف للساين، هنراجع حالا دلوقتي عليها. ديريفاتيف الساين، ديريفاتيف الكوساين، ديريفاتيف التان، نفهمهم كويس وبعدين ندخل ان شاء الله في الاوبوزيت بروسيس اللي هي الانتجريشن اوف ذا تريجنومتريك فانكشن. احنا قلنا قبل كده يا ولاد لو الواي ايكوالز ساين اكس وانا طلبت منك اجيب الفيرست ديريفاتيف اللي هو الريت اوف تشينج اللي هي واي داش اللي هي دي واي دي اكس اللي هي السلوب اوف تانجنت، كل ده نفتكر مع بعض كده كان اسمه الفيرست ديريفاتيف. مين فاكر بقى يا باشمهندس انت وهي الديريفاتيف اوف ساين كانت ايكوالز ايه؟ جود، ايوه كده، ديريفاتيف الساين اللي هي كوساين اكس، طبعا ديريفاتيف اللي هي واي داش اللي هي كوساين. طب لو الواي ايكوالز كوساين اكس، طب ديريفاتيف الكوساين يا ترى ايه؟ جود، ايوه كده، صحصحوا معايا، اللي هي نيجاتيف ساين اكس. ممتاز، يبقى ديريفاتيف الساين كوساين، ديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين. جميل قوي. خدنا كمان برضو ديريفاتيف التان، طبعا كان ليها طريقه اللي هو ديريفاتيف التان او التان اصلا ساين اوفر كوساين، وكنا بنجيب الديريفاتيف للريشنال فانكشن، كنا بنعمل فراكشن بار كبيره قوي كده، كنا بنعمل الدينومينيتور باور 2 ونعمل ديف اب في داون ماينس ديف داون في اب ونعمل سمبليفاي. طبعا ده كله مش علينا، انا بس بفكرك احنا كنا بنعمل ايه. عامه ديريفاتيف التان طبعا برافو عليك اللي هي 6 سكوير اكس. يبقى لما اقول لك ديريفاتيف الساين تقول لي كوساين، ديريفاتيف الكوساين تقول لي نيجاتيف ساين، طب ديريفاتيف التان تقول لي سيك سكوير. طبعا لو انا طلبت منك العكس بقى، العكس اللي هو ايه يا مستر؟ لو انا قلت لك انتجريشن الكوساين يا ترى يطلع ايه؟ انتجريشن الساين، مش هقول لك انتجريشن نيجاتيف ساين، يا ترى يدينا ايه؟ انتجريشن التان يدي لك برضو ايه؟ يلا كده الصفحه اللي بعدها، خلي بالك كنت عايزين نفتكر مع بعض برضو. لو كانت دي ساين 2 اكس يا اولاد كنا ايوه برافو عليك، الانجل فيرست يا مستر في الديريفاتيف، كنا بنعمل طبعا ديريفاتيف الانجل الاول، الانجل فيرست اللي هي 2، كنا بنحط ال 2 هنا الاول، وديريفاتيف الساين كوساين طبعا باي ذا سيم واي الساين والتان نفس الكلام. جميل قوي. طيب لو انا قلت لك بقى عايز اعمل انتجريشن ساين اكس دي اكس، طبعا انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين، خلي بالك هم عكس بعض، يعني ديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين، لكن انتجريشن الساين تقول لي نيجاتيف كوساين. هتقول لي جت منين؟ اعمل ديريفاتيف كده لدي، هو ديريفاتيف الكوساين بايه؟ بنيجاتيف ساين. طب ما في نيجاتيف هنا، يبقى انا رجعتها لاصلها تاني. خلاص كده؟ طبعا ما تنسوش كلكم بلس طبعا السي اللي هو الكونستانت، يبقى لما اقول لك ديريفاتيف الساين تقول لي نيجاتيف كوساين. طيب لو قلت لك ديريفاتيف الكوساين تقول لي ساين بلس السي، لانك لو عملت ديريفاتيف للساين ترجع كوساين كانك ما عملتش حاجه ابدا. يبقى ديريفاتيف الساين نيجاتيف كوساين، ديريفاتيف اسف سوري الانتجريشن الساين نيجاتيف كوساين، انتجريشن الكوساين ساين اكس طبعا بلس الكونستانت. طب ديريفاتيف التان 6 سكوير، اكيد لما اقول لك انتجريشن 6 سكوير تبقى كام؟ ايوه كده برافو، تبقى تان اكس بلس طبعا الكونستانت. هم دول 3 ايتمز المهمين جدا اللي هنشتغل بيهم طول الحلقه. انتجريشن الساين تقول لي نيجاتيف كوساين بلس السي، انتجريشن الكوساين ساين برضه بلس السي، انتجريشن السيك سكوير تقول لي تان بلس السي. طب احنا قلنا في الديريفاتيف يا اولاد لو انتوا فاكرين، لو انا عندي مثلا ساين 2 اكس، مش كنا بنجيب الديريفاتيف، قلنا ديريفاتيف الانجل فيرست اللي هي 2 وبعدين ديريفاتيف الساين كوساين. طب في الانتجريشن بقى بدل ما اجيب ديريفاتيف الانجل وتعملها ملتبلاي اعملها ديفايد، بمعنى يعني لو قلت لك انتجريشن ساين اي اكس بلس بي، احنا في الديريفاتيف كنا بنجيب ديريفاتيف البراكت الاول، ديريفاتيف طبعا الاي اكس اللي هي ايه، فكنت بطلع الاي بره في الديريفاتيف بنعملها ملتبلاي. اكيد في الانتجريشن مش هعمل ملتبلاي، هنعمل ديفايد لان هو عكس الديريفاتيف. يبقى انا لما اقول لك هات لي ديريفاتيف الساين، سوري انتجريشن الساين، انتجريشن الساين نجيب انتجريت الانجل الاول، هقول طبعا نيجاتيف 1 اوفر لان انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين، فتحط النيجاتيف اعمل 1 اوفر، هات لي ديريفاتيف البراكت كده تمام اللي هو ايه، وطبعا الساين اللي هي كوساين اي اكس بلس بي. كمان مره لما اقول لك انتجريشن الكوساين اي اكس بلس بي دي اكس، برضه هقول 1 اوفر،
هنجيب ديريفاتيف البراكت وات ايفر بقى البراكت ده جواه ايه، هنقول ايه بس. وطبعا الكوساين تبقى ساين ونحط الانجل اي اكس بلس بي بلس السي. طب لو طلبت منك انتجريشن سيك سكوير اي اكس بلس بي برضه 1 اوفر الديريفاتيف البريس هنا اللي هو ايه، يبقى 1 اوفر ايه انتجريشن السيك سكوير تبقى تان ونحط البراكت بلس السي. الصفحه دي مهمه جدا السنه دي وكمان كام شهر. يبقى انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين از ا جنرال، انتجريشن الكوساين ساين، انتجريشن سيك سكوير ايكوالز تان، all of them طبعا plus ال constant. يلا بقى ناخد افكار على اللي احنا قلناه والافكار المهمة بس اللي احنا ان شاء الله محتاجينها السنة الجاية. ما ننساش يا ولاد طبعا الابليكيشنز او الايدنتيتيز اللي احنا اخدناها في secondary 1، sin square plus cosine square ب 1. لما اقول لك 1 plus 10 square تقول لي sec square، 1 plus cotine square ب cosec square. الرولز دي مهمة جدا جدا جدا. سكرين شوت كده للصفحة الجميلة دي وخليها معاك زي ما اتفقنا على موبايلك. يلا بقى ناخد افكار كتيره بقى على الكلام اللي احنا قلناه عشان ما نطولش في وقت الحلقه زي ما اتفقنا. عايز اعمل انتجريشن كوساين 5x بلس 6. برضو احنا قلنا الاول زي ما كنا هناك بنقول الانجل فيرست، هنا برضو الانجل فيرست. هتعمل 1 اوفر ديريفاتيف الانجل دي، صح كده؟ يبقى الانتجريشن ايكوالز ادي الفراكشن بار. تمام، نكتب ال1 الاول، ديريفاتيف الانجل اللي هي 5 يبقى تحط لي 5 هنا. طب ديريفاتيف ديريفاتيف الساين كوساين، لكن انتجريشن الكوساين تقول لي نيجاتيف ساين، يبقى انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين. طب وانتجريشن الكوساين تقول لي ساين، يبقى لما اجي اعمل الانتجريشن للكوساين تقوم تحط لي هنا ساين الانجل اللي هي 5x بلس 6 بلس الكونستانت. كده احنا خلصنا خلاص الانتجريشن. كمان مره نمبر 2، لو عايز اعمل انتجريشن ساين x اوفر 2 بلس 3 دي اكس، برضه هنقول 1 اوفر ده الانتجريشن دايما، بس طبعا انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين، فيا ريت نكتب النيجاتيف بره عشان ما نلخمش نفسنا خالص، يبقى نيجاتيف 1 بدل ما هقول هنا 1. طبعا ديريفاتيف الانجل، واحد يقول لي يا مستر ده دي اكس اوفر 2 ده فراكشن. يا ولدي اكس اوفر 2 دي يا حبيبي كانها هاف اكس، كانها هاف اكس. فلما اقول لك ديريفاتيف هاف اكس تقول لي هاف. فلما يبقى في اي فراكشن اكس على 2، اكس على 4، اكس على 5، ديريفاتيف الاكس كلنا عارفين ان هي 1، هتبقى 1 اوفر 2. وطبعا ديريفاتيف الكونستانت ب 0 هتبقى الديفايدد باي ديريفاتيف البراكت اللي هو 1 اوفر 2 اللي هو هاف. طبعا قلنا ديريفاتيف الساين كوساين، طب انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين. خلاص احنا عملنا النيجاتيف، حط لي بقى كوساين الانجل طبعا بلس سي. المنظر ده عفش قوي، ما ينفعش يا باشمهندس زيك كده وزيك يسيبوا الكلام ده. نيجاتيف 1 اوفر هاف طبعا اللي هي نيجاتيف 2، وبعدين كوساين اكس اوفر 2 بلس 3 بلس طبعا الكونستانت. ادي نمبر 2. انذر 1 نمبر 3، انتجريشن 3 ماينس 4 اكس بلس 6 سكوير كوارتر اكس اول دي اكس. دي فيها مساله لما كل اللي احنا اخدناه في الانتجريشن تقريبا. هنا طبعا انتجريشن 3 اي كونستانت كنا بنقول ايه؟ مين فاكر؟ هقف خمس ثواني كده افتكر مع نفسك كنا بنعمل ايه؟ تمام، انتجريشن 3 اللي هي 3 اكس. طب انتجريشن 4 اكس كنا بنزود 1 على الباور، هتبقى دي اكس باور 2 اوفر 2، تبقى 4 على 2 تبقى 2 اكس باور 2. طب السيك سكوير كوارتر اكس قلنا الانجل فيرست، هنعمل 1 اوفر ديريفاتيف الانجل دي اللي هي 1 اوفر 4، وبعدين نكتب تان اكس بلس السي. ده اللي انا عملته هنا. خلاص يبقى بالراحه كده واحده واحده. ال 3 اللي هي 3 اكس دي المفروض نزود 1 تبقى اكس سكوير على 2، يبقى 4 على 2 تبقى 2 اكس سكوير قدامك اهي. هنجيب انتجريشن الاول للسيك سكوير، يبقى اجيب ديريفاتيف الانجل 1 اوفر 1 اوفر 4 يا اولاد، زي دي 1 اوفر 1 اوفر 4 اللي هي 4. في 4 هنا يا اولاد قدام التان، هنا في 4 يا حبايبي. وطبعا السيك سكوير اللي هي تان كوارتر اكس بلس السي، هنا في 4 يا اولاد. خلاص هنا في 4 لان بعمل 1 اوفر 4 اللي هي 4 طبعا. ادي نمبر 3. نمبر 4، نمبر 4 بيقول لك انتجريشن 5 كوساين اكس ماينس 7 ساين اكس على 2. برضو انتجريشن الكوساين بايه؟ ايوه كده ما تلخبطش، انتجريشن الكوساين بساين، لكن انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين. يبقى انا هقول كده انتجريشن الكوساين تبقى ساين، تبقى دي 5 ساين اكس. دي زي ما اتفقنا هنجيب ديريفاتيف الانجل الاول، يبقى 1 اوفر 2، يبقى دي 7 اوفر 1 اوفر 2، لان ديريفاتيف اكس اوفر 2 اللي هي هاف يا ولاد، يبقى دي 7 اوفر هاف اللي هي 14 بقى على بعضها.
انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين، وفي نيجاتيف عندك يبقى بوزيتيف، واكتب كوساين الانجل بلس سي. مهما كان شكل الانجل دي اكتب الديريفاتيف بتاع الانجل على طول. ادي فكره تانية، يبقى انتجريشن الكوساين قلنا ساين تبقى 5 ساين. هنا النيجاتيف تنزل نيجاتيف، هنا هنجيب ديريفاتيف الانجل اللي هي هاف، يبقى 7 اوفر هاف 14. انتجريشن الساين نيجاتيف كوساين، وفي نيجاتيف بره هتبقى بلس، تمام كده. وكمل بقى كوساين اكس على 2 بلس سي. نمبر 5، انتجريشن 3 اكس سكوير بلس 1 على كوساين سكوير اكس بلس ساين باي اوفر 6 دي اكس. ركزوا بالله عليكم في الافكار اللي جايه، معلش حلقه النهارده طويله شويه عشان عايزين نخلص الانتجريشن خالص. اولا 3 اكس سكوير هنعمل اد 1، تبقى 3 اكس باور 3 على 3 اللي هي اكس باور 3. ايه يا مستر 1 على كوساين سكوير؟ هنا بقى ندخل الايدنتيتيز اللي احنا عارفينها في التريجنومتريك فانكشنز يا ولاد. كلنا عارفين ان 1 اوفر ساين بكوسك، 1 اوفر كوساين بسك. عشان ما تلخبطش نفسك، الاس بتاخد السي والسي بتاخد الاس. يعني ايه؟ يعني دي كوساين، الكوساين تاخد سك ولا كوسك دي اولها سي تاخد اللي فيها اس هناك، يبقى سك. يبقى قبل ما اعمل انتجريشن اظبط الدنيا الاول. يبقى انا هقول انتجريشن 3x سكوير، مش هعمل لسه انتجريشن 1 على كوساين سكوير تبقى سك سكوير. الله على الجمال، دي ليها انتجريشن يا مسطول. خلي بالك من ده، ده رقم يا ولاد، ده ساين باي اوفر 6. لحسن واحد يقول لي انتجريشن ساين باي اوفر 6 نحط جنبها اكس، لا طبعا اوعى الكلام ده خالص، ده الكلام ده مش مع التريك فانكشن. دي ساين 30، وساين 30 بهاف، لان 1 8 على 6 ب 30، يبقى ساين 30 بهاف اكتبها هاف هنا كده. انا جهزت الدنيا، بقى الموضوع سهل جدا بالنسبه لي، اقدر امشي بسهوله. هنا هتزود 1 على الباور الجديد، تبقى دي اكس باور 3 اوفر 3، وتروحوا 3 مع 3. انتجريشن السيك سكوير اللي هي التان، وانتجريشن الهاف اللي هي هاف اكس بلس السي. خلصت المساله بتاعتك اهي. صعبه كده؟ جميل قوي. طيب ناخد اكزامبل تاني. لما اقول لك انتجريشن 1 ماينس سيك اكس ملتبلاي 1 بلس سيك اكس، ايه يا مستر المنظر ده؟ تفكيرك انت معايا، هنفكر ازاي في الاكزامبل ده يا ولاد؟ هنعمل ايه يا ترى؟ ايوه كده، ما نعمل ملتبلاي يا مستر. الاسهل اعمل سمبليفاي. هتقول يا مستر يعني اعمل براكتس ملتبلاي؟ طبعا، زي ما عملنا سمبليفاي ل 1 على كوساين سكوير بسك سكوير وبقت سهله، اكيد لما اجي اعمل سمبليفاي تبقى سهله. ده ديفرنس بتوين تو سكويرز، تو براكتس زي بعض بس ما عدا الميدل ساين، واحده بلس وواحده ماينس. يبقى نعمل فيرست باي فيرست ماينس سكند باي سكند. فنكتب علامه الانتجريشن سيمبل اللي هي الال مقلوبه دي، اللي هي انتجريشن 1 في 1 ب 1 ماينس سك في سك بسك سكوير، يبقى دي انتجريشن 1 ماينس سك سكوير دي اكس. ممتاز جدا. طب كده اقدر اجيب انتجريشن ولا لا؟ اقدر اجيب انتجريشن بسهوله. انتجريشن ال1 كام يا باشمهندس؟ كام يا باشمهندسه؟ اللي هي اكس، تمام. طب انتجريشن سك سكوير، برافو، اللي هي التان، خلاص خلصت. يبقى انا هقول اكس ماينس تان اكس بلس طبعا السي بلس سي جنبها هنا. ادي اكزامبل تان، خلاص. طبعا ده كان رول، لو احنا محتاجينه ماشي، مش محتاجينه خلاص مفيش مشكله خالص. طيب ناخد نمبر 7. هنا انتجريشن 6 سكوير اكس اوفر 4 بلس 6 سكوير باي اوفر 4 دي اكس. خلي بالك بقى معايا، طبعا هنا انتجريشن 6 سكوير يا ولاد، طبعا هنجيب ديريفاتيف الانجل الاول، يبقى 1 اوفر 1 اوفر 4، لان الديريفاتيف هنا 1 اوفر 4 زي ما قلنا في بدايه الحلقه. ف1 اوفر 1 اوفر 4 تبقى 4، و6 سكوير تبقى 10. خلي بالك هنا مفيش اكس يا باشمهندس، فتقوم تعمل ايه؟ حول دي الاول لرقم. يعني دي اكتبها كده على الكالكوليتر، ما ببلاش نكتب الباور زي ما علمتكم في سكندري 2 ايام ما كنا بنشتغل في الدراسه. امال نعمل ايه هنا؟ اولا السك انت هتعملها 1 على كوساين 45، فتعمل 1 على كوساين 45 وبعدين باور 2، هتطلع معاك بايه؟ اه هنا طبعا نقول 1 1 اوفر 4، ودي تان زي ما قلنا اكس على 4. هنا هتبقى دي كام؟ بتطلع ب 2، لان 1 على كوساين 45 بروت 2 باور 2 تبقى 2. انتجريشن ال 2 برافو عليك، يبقى 2 اكس بلس السي. اعمل بقى سمبليفاي 1 اوفر الكوارتر اللي هي 4 تان اكس على 4 بلس 2 اكس بلس سي. نمبر 8، هنا انتجريشن 5 بلس 10 سكوير اكس دي اكس. هنا هنعمل ايه في المسألة دي يا ولاد؟ هل أنا عندي انتجريشن للتن؟ يا مسطول، سيك سكوير ازاي؟ إذا كان ديريفاتيف التان هي لسيك سكوير، أنا ما عنديش انتجريشن النهاردة إلا لثري فانكشنز بس، ساين كوساين سيك سكوير.
اي حاجه غير دول تريك فانكشنز لازم تشتغل بالرولز بتاعتك. طب اشتغل بالرول ازاي؟ انا ما عنديش رول تاني سكوير ده كام، هو تاني سكوير ساين على كوساين، يبقى دي ساين سكوير على كوساين سكوير، يبقى انا عقدت الدنيا. انا عايزك تبقى لماح. في رول قلته لك في بدايه الحلقه، 1 بلس 10 سكوير يدينا 6 سكوير، صح ولا غلط؟ طب جميل قوي. يبقى انا هنا هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه كل اللي هتعمله حضرتك ان هتجزأ ال5 دي خليها لي 4 بلس 1. ليه؟ علشان يبقى عندي 1 بلس 10 سكوير اكس، اقدر اشتغل بالايدنتيتيز اللي احنا شرحناها في بدايه الحلقه. يبقى انا هقول هنا بمنتهى البساطه ال5 دي 4 بلس 1 ونزلت بلس 10 سكوير، شيل بقى 1 بلس 10 سكوير دي حط لي مكانها 6 سكوير. اهي خلاص كده بقت 4 بلس 6 سكوير اكس. اقدر اجيب انتجريشن ال4 اللي هي 4 اكس، وطبعا انتجريشن ال6 سكوير اللي هي كام؟ تمام اللي هي 10. وما تنساش بعد اذن حضرتك تحط لي بلس سي. ادي فكره مهمه جدا لناس زيكم ما شاء الله متميزين قوي. طيب ناخد نمبر 9. يلا فكر معايا كده في نمبر 9. هنا ماشيه كوساين اكس كوساين باي اوفر 3، ساين اكس ساين باي اوفر 3. التون دي مش بتفكر ودنك بحاجه؟ ايوه ابتسم كده وقول ها، فاكرين يا اولاد؟ كوساين كوساين ساين ساين. مش احنا خدنا رول الصم والديفرنس بتوين تو ايدنتيتيز، واديتك انا كذا تون، قلت لك التون الاولانيه ساين كوساين كوساين ساين، يبقى ده رول الساين. كوساين كوساين ساين ساين، يبقى ده رول الكوساين او تون تون الكوساين، يبقى دي اسمها كوساين تون مش كوساين رول. يلا يبقى دي كوساين الصم ولا الديفرنس يا باشمهندس؟ الكوساين بتقلب الساين دي تبقى ماينس، هتبقى كوساين اكس ماينس باي اوفر 3. اهي بقت سهله خالص كده، اقدر اعمل انتجريشن بسهوله. هي ماشيه كوساين كوساين ساين ساين، فكتبت كوساين حطيت الاكس ماينس باي اوفر 3. هنجيب ديريفاتيف الانجل، طبعا ديريفاتيف الانجل الباي اوفر 3 بزيرو لان هي كونستانت رقم يعني، لكن طبعا ديريفاتيف الاكس ب1 فمالوش لازمه خلاص. انتجريشن الكوساين بايه؟ ايوه كده يا مصحصح كده، برافو عليك. يبقى ساين نفس الانجل بلس السي. ادي فكره تشوفها صعبه جدا، لكن لما عملت الرول بقت سهله خالص. طب دي 1 بلس 10 سكوير اول كوساين سكوير اكس دي اكس، طب نعمل دي ازاي؟ اي رول قدامك اخلص منه الاول. يعني ايه يا مستر؟ يعني 1 بلس 10 سكوير ده مش بيفكرك بحاجه؟ ايوه كده، اللي هو 6 سكوير. يبقى انا هشيل ده واحط مكانه 6 سكوير، خلاص بقت سهله خالص اهو. لا يا مستر ده بقت اصعب. ولا اصعب ولا حاجه. ال 6 سكوير دي يا باشمهندس اللي هي مين؟ اللي هي 1 على كوساين سكوير. اهي دي كوساين سكوير يا اولاد، دي كوساين سكوير يا حبايب عشان دي 6 سكوير. فلما تبقى دي كوساين سكوير هتروح مع كوساين سكوير خلاص اهي. يبقى عندك انتجريشن 1 دي اكس، الله على الجمال. انتجريشن ال1 اللي هو اي كونستانت بنحط جنبيه اكس يبقى اكس بلس سي. مساله مهمه جدا. دي كوساين باور 2 علشان دي سيك باور 2. ادي نمبر 10. يلا ناخد نمبر 11. نمبر 11 بيقول ايه؟ عايز حد يفكر في دي. كوساين باور 5 اكس ساين اكس. بدايه كده انا اتفقت معاكم عشان ترتاح السنه الجايه، اي باور لاي تريك فانكشنز خليها كلها اول تو ذا باور 5. دي اول حاجه تعملها ساين اكس دي اكس. وصلت كده؟ وصلت يا مستر. طيب اعمل ايه بعد كده؟ قلت لك الحلقه في رول الاول هنا، مفيش رولز قدامي، مفيش رول لكوساين باور 5 ولا للساين، امال ايه؟ قلت لك الحلقه اللي فاتت اللي ما كانش معايا يا ريت تسمعها، الحلقه دي مهمه جدا يا ولاد. لو عندي برودكت التو فانكشنز جوه الانتجريشن، لو اللي بره ديريفاتيف اللي جوه يبقى الانتجريت على الباور. يعني اللي بره البراكت اللي هو الساين ده ديريفاتيف اللي جوه البراكت يبقى الانتجريت هنا، ازود 1 على الباور الجديد وخلصنا. طب يا ترى ديريفاتيف الكوساين بايه؟ في نيجاتيف ساين. يعني ديريفاتيف الكوساين بنيجاتيف ساين. طب دي ساين بس يا مستر، حط نيجاتيف هنا وحط لي نيجاتيف بره، يبقى انت ما عملتش حاجه. كده ديريفاتيف الكوساين بقت نيجاتيف ساين، يبقى الانتجريت على الباور. النيجاتيف اللي بره تنزل الاول معاك وحط كوساين اكس اول باور 6 اوفر 6 بلس سي. خلصت خلاص المساله، ممكن تعمل سمبليفاي نيجاتيف 1 اوفر 6 كوساين اول تو ذا باور 6 بلس سي. مساله جميله جدا الفكره دي يا اولاد. طب نمبر 12،
4 tan x 6 سكوير x برضو بالراحة وما تستعجلش، نعمل ريرايت تاني للانتجريشن، بس المرة دي بقى انا هحط البراكت على التان. هو مين ديريفاتيف مين؟ 6 سكوير ده اهي ديريفاتيف التان، يبقى التان هي اللي تتحط في براكت، علشان يبقى اللي بره البراكت ديريفاتيف اللي جوه البراكت، يبقى الانتجريت على الباور ازود 1 هنا، هتبقى دي 4 تان اكس اول باور 2 اوفر 2 طبعا، و4 اوفر 2 طبعا تبقى 2 تان سكوير بلس سي. ادي فكره ثانيه، خلاص قربنا نخلص، هما 2 اكزامبلز وخلاص. نمبر 13، انتجريشن ساين بلس 10 اول تو ذا باور 8 ملتبلاي كوساين بلس 6 سكوير اكس اول دي اكس. خلي بالك برضو ده برودكت التو فانكشنز، هل اللي بره البراكت ديريفاتيف اللي جوه البراكت؟ ما هو اللي جوه البراكت ده يبقى عليه باور يا ولد. ديريفاتيف الساين بكوساين، طب ديريفاتيف التان ب 6 سكوير، الله على الجمال، يبقى زود 1 على الباور الجديد بلس السي وشكرا اهي، يبقى 1 اوفر 9 ساين بلس 10 اول تو ذا باور 9 بلس سي. طب هو انا لو عملت ديريفاتيف لدي يا مستر ترجع دي؟ يلا لو عندي الهاير ديريفاتيف كنا بنعمل دروب لل9، يبقى 1 اوفر 9 في دي كلها، فال9 هتروح مع ال9 وتبقى دي 8 ساين اكس بلس 10 اكس باور 8 اهي، في ديريفاتيف اللي جوه البراكت اللي هي كوساين بلس 6 سكوير، ولا كانك عملت حاجه، انت كده بتعمل ميك شور لنفسك او تشيك ات اوت لنفسك. طب انتجريشن 6 سكوير هاف اكس ماينس انتجريشن ساين باي اوفر 4 ماينس اكس، طبعا دي 6 سكوير، خلي بالك مفيش باور لانتجريشن في سكندري 2 الا 6 سكوير بس، يعني ساين سكوير ملهاش انتجريشن، لازم ليها رول طبعا، لما ناخد الدبل انجل هقول لك عليها. هنا انتجريشن 6 سكوير اللي هو التان، بس هنا في انجل يا مستر، يبقى نعمل 1 اوفر ديريفاتيف الانجل، يبقى 1 اوفر هاف تبقى 2 طبعا، وتبقى دي تان اكس على طول، ادي واحده اهو، ادي 1 اوفر واعمل هاف هنا ديريفاتيف او انتجريشن 6 سكوير اللي هي التان، جميل قوي. طبعا تان هاف اكس او اكس على طول ما تفرقش، ماينس الانتجريشن هنا كام يا شباب؟ تمام، هنجيب ديريفاتيف الانجل الاول، ديريفاتيف البراكت. طب ديريفاتيف البراكت نجيبه ازاي؟ واحد يقول لي لا يا مستر ده هي كلها على بعض براكت. ايوه، اولا دي ساين باي اوفر 4، ما هي ساين باي اوفر 4 دي اللي هي ساين 45 اللي هي روت 2 على 2، تبقى دي روت 2 اوفر 2 اهي، لا دي روت 2 اوفر 2، انا اسف يا ولاد دي غلطه دي معلش، لان ديريف دي المفروض ساين 45، دي ساين 45 خلاص، فساين 45 الديريفاتيف بتاعها هتبقى نحط جنبها، يعني نجيب الكونستانت الاول ساين 45 اللي هي 1 اوفر 2 او روت 2 اوفر 2، تبقى روت 2 اوفر 2 اكس، تمام. لا دي كده مش مظبوطه كده يا ولاد، لا 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 معلش انا اسف كده، بص يا ولاد معلش انا هصلح لك المساله، هي البراكت على ده يا ولاد معلش انا اسف، البراكت على باي اوفر 4 ماينس اكس، البراكت هنا يعني القوس ده هنحطه قبل الباي اوفر 4 معلش عشان نظبط المساله، بس لو حطيت البراكت هنا تعالى بقى نجيب الديريفاتيف صح كده بقى، لكن بالطريقه الاولانيه لو هي كده بالوضع ده هتبقى روت 2 اوفر 2 اكس ماينس هاف اكس سكوير بلس سي، كده احنا خلصناها خلاص. طب لو حطيت لك البراكت هنا بقى هنجيب ديريفاتيف الانجل اللي هي نيجاتيف 1 صح كده؟ ما هو ديريفاتيف الانجل يا نيجاتيف 1 اهي، خلي بالك انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين، فعشان كده عملت نيجاتيف تاني، وطبعا الديريفاتيف هنا احنا قلنا نيجاتيف 1 عملناها خلاص، ونحط كوساين الانجل اللي هي باي على 4 ماينس اكس بالظبط كده بلس السي، 1 على هاف تبقى 2، وحط اكس على 2 جوه التان، النيجاتيف 1 مع النيجاتيف 1 تبقى ماينس كوساين باي اوفر 4 ماينس اكس بلس سي، يبقى تاني كده بالراحه البراكت ده هنا يا شباب، يبقى لما تبقى دي باي على 4 ماينس اكس نجيب ديريفاتيف الانجل الاول بنيجاتيف 1 اهي، وطبعا انتجريشن الساين بنيجاتيف كوساين، فكتبت نيجاتيف بره خلصت كده خلاص، وحط الساين طبعا الانتجريشن كوساين البراكت بلس السي، اعمل سمبليفاي تخلص معاك. انا حليتها لك بطريقتين، لو كان البراكت هنا او لو كان البراكت زي ما هو موجود قدامك كده، يبقى احنا خلاص خلصنا منهج الكالكولس الحمد لله رب العالمين. فاضل عندنا حلقه او حلقتين في تريك اللي هو طبعا الديريفاتيف او اللي هو اللي نقول معايا يا اولاد اللي هو الدبل انجل اللي هي ساين 2 اكس كوساين 2 اكس وتان 2 اكس، وفي عندنا كمان اللي هو البرميتيشن والكومبينيشن في الالجبرا.
انا عارف ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو ده، ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هيبقى بسرعه ان شاء الله، خلال يومين او ثلاثه بكتير جدا هننزل حلقات منتظمه عشان نخلص من المنهج بتاعنا وما نطولش جدا. انا نازل حلقتين بس ان شاء الله في البرميتيشن وحلقتين في التريج، يبقى احنا كده خلصنا المنهج كله زي ما وعدتكم ان شاء الله تعالى. انتظروني باذن الله الحلقه اللي جايه، اسالكم الدعاء. اجازه سعيده لكم كلكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.